التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان مع هذه الأشواط الصباحية ومنافسات أشواط الحقائق ضمن هذا المحلي السابع. ينطلق على بركة الله قبل لحظات شوطنا العاشر، شوط خاص بالقعدان وأشواط الإنتاج والمنتجين في هذا السباق المحلي السابع. نتابع هذه الأسماء وهذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة معنا في منافسات هذا الصباح. نسير مشاهدينا الكرام إلى البداية والصدارة، أتابع هتاش هنا على أول المراكز لمحمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان، ولكن التغيير من وجيه صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل من يغير شعاره في هذه اللحظات، وينطلق وجيه على البداية والصدارة. ثالث المراكز يصل شداد مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة القادم مع هذه اللحظات، ولكن أتابع من الجانب الآخر التسلل في هذه اللحظات والقادم مشاهدين الكرام. نتابع هناك الشهم عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي، ولكن الأسماء القادمة يصل حلوان سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي. الله يا الأسماء، الله يا التغييرات السريعة في هذا الشوط والانطلاق أيضا نتابعه من خلال هذه اللحظات. الله يا البداية، نتابع البداية وانطلاقة الصدارة. حلوان حلوان يغير سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي هنا مع البداية وانطلاقة الصدارة، ولكن نتابع هناك غزيلان سلطان بن هزاع بن حمد بوشريدة يصل مع ثاني المراكز، ووجيه هنا شعار بن عقيل صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل القادم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء هتاش حمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان هنا يتقدم شعار بن ضرمان، بينما خامس الأسماء هناك القادم قصوان لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع خامس المراكز. هذه الأسماء الأولى مشاهدينا الكرام ونداءنا الثاني لمراكزنا المتقدمة في أشواط الإنتاج والمنتجين. أعود هناك مع البداية، أعود إلى الصدارة. غزيلان بوشريدة هناك يغير يتواجد هناك مع الصدارة مع انطلاقة غزيلان سلطان بن هزاع بن حمد بوشريدة مع البداية والصدارة وانطلاقة أيضا غزيلان، ولكن الخطورة هناك من وجيه القادم مع ثاني المراكز صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت يغير وجيه إلى البداية ينطلق بناموس هذا الشوط. وهناك تابع هتاش يصل مع ثالث المراكز محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان هنا القادم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء قصوان عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية القادم مع رابع التحديات في هذه اللحظات. خامس الأسماء هنا القادم الناوي راشد بن سعيد بن صالح بالعرج يصل هنا مع خامس التحديات في هذه اللحظات. الله 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 يا القادم، الله يا الأسماء الحاضرة في هذه المنافسات الصباحية، ولكن العودة هناك مع البداية مع الصدارة الثنائية وانطلاقة شعار بوشريدة. وهناك تابع بن عقيل أيضا متواجد مع هذه الانطلاقة الثنائية في هذه اللحظات. بوشريدة هناك مع غزيلان على الصدارة، سلطان بن هزاع بن حمد بوشريدة على البداية والانطلاق الأول مع انطلاقة غزيلان، ولكن وجيه وجيه القادم مع ثاني التحديات صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل. الله الله يا الانطلاق الثنائي هنا على الصدارة عبر الكادر الأعلى لقناة الريان. اقتربنا من الكيلومتر الأخير، ولكن بن ضرمان يتابع الموقف القادم هناك مع هتاش مع ثالث المراكز، وشعار العطية القادم رابعا في هذه اللحظات
يقدم لنا قصوان. وهنا وصول مشاهدين الكرام، الله الاسم القادم في هذه اللحظات، وتابع وصول وانطلاق من وارد عبد الله بن راشد بن زيد بن ديلة، يصل مع هذه اللحظات. ولكن اعود هناك مع البدايه، الله الصداره، وجيه انطلق بناموس. هذا الشوط صالح بن مسلم بن طالب بين عقيله النابت مع الانطلاق مع التحدي هناك على البدايه والصداره، ولكن بشريده قادم مع هذه اللحظات. زيلان وجيه اللحظات الحاسمه، وهناك القادم، وتابع وصول من وارد مع ثالث المراكز بن ضرمان مع هتاش، ولكن الصداره ثنائيه انطلاقه وجيه على الصداره. الله الله الله، صالح بن مسلم بن طالب بين عقيل النابت هناك مع اللحظات مع التحدي الاخير وانطلاقه وجيه على الصداره، ينطلق بناموس هذا الشوط. سلام على هذا الاداء والانطلاق الذاتي الى هذه اللحظات. هناك مع وجيه صالح بن مسلم بن طالب بين عقيل هناك مع الانتصار مع التحدي الاخير. وجيه بدون اي تعليمات بدون اي اوامر هنا مع اللحظات الاخيره. تهانينا والناموس لصالح بن مسلم بن طالب بين عقيل على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز غزيلان لسلطان بن هزاع بن حمد بوشريدة، ثالث المراكز وصلها التاج لمحمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان، رابع المراكز كان الوصول من وجيه حزام بن راشد بن محسن بن راشد بن ديلة، خامس المراكز وصل مشاهدينا الكرام مرتاح ناصر وزايد بن محمد بن طرجم اسهلي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول وجيه 6 دقائق 20 ثانية 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من غزيلان ب 6 دقائق 21 ثانية 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن هزاع بن حمد بوشريدة، ثالث المراكز كان الوصول من هتاش ب 6 دقائق 23 ثانية 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان. تهانينا والناموس للجميع.